النهاردة هنحكي حكاية جديدة، حكاية حصلت بالفعل من كام يوم والدنيا مقلوبة عليها. حكاية الست مديحة اللي قالت للشيطان انزل من على عرشك وانا هقعد مكانك. وبتبدأ الحكاية من اكتر من 10 سنين، لما مديحة البنت البسيطة بنت الناس الطيبين خلصت دبلوم متوسط، وبعدها قررت تروح تشتغل في مصنع للملابس الجاهزة. وهناك شافها عامل في السكة الحديد وهو الأستاذ رأفت. لما شافها حس إنها ممكن تكون فتاة أحلامه، وبعد السؤال عنها وعن أهلها الأستاذ رأفت قرر إنه يروح يطلبها في الحلال. رأفت كان موظف في السكة الحديد وكان ابن ناس طيبين ومش بتوع مشاكل، هو كمان كان إنسان محترم جدا وموظف ملتزم، وكل الناس بتشهد له بالأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة، وإنه بحاول يجامل كل الناس ويعمل كل اللي في وسعه علشان يرضي ربنا. وفعلا راح رأفت لأهل مديحة وطلبها في الحلال. مديحة كانت طموحها أكبر من كده، ما كانش طموحها إنها تتجوز عامل في السكة الحديد، لكن يمكن هو ده اللي كان موجود وهو ده اللي تقدم لها، وأبوها وأمها وافقوا وتمت الخطوبة. رأفت كان بحاول يرضي مديحة ويرضي غرورها بأي طريقة من الطرق. كانت الحياة بينهم شبه هادية قدام كل الناس، كل الناس شايفة أن رأفت إنسان هادي ومجامل وراجل طيب، وبيعمل اللي عليه علشان يسعد مراته ويخلي البيت مستقر. أما مديحة فكانت طموحها عالي شوية، ويمكن ما كانش رأفت هو فارس أحلامها، لكن الحياة نوعا ما كانت مستقرة. وبتمر الأيام وربنا بيرزق الزوجين بأول مولود، هو طفل اسمه محمد. كانت فرحة الأستاذ رأفت بيه ما تتوصفش، خصوصا مع أولى خطوات محمد. ورغم أن المصاريف بتزيد يوم بعد يوم، إلا أنه فرحته بيه تغطي على كل المشاكل اللي ما بينه وما بين مديحة. وبعد سنة بالتمام والكمال ربنا زود فرحته ورزقه ببنوتة زي القمر وسماها آلاء. هو صحيح الوقت ده المصاريف زادت قوي عليه، لكن فرحته بولاده أكبر بكتير. وبدأ الأستاذ رأفت يشتغل في السكة الحديد الصبح، وآخر النهار يروح يشتغل في شغلانة تانية علشان يلاحق على طلبات مديحة وطلبات ولاده اللي ما بتخلصش. وتعدي السنين وكل الناس بتشهد بالأخلاق العالية للأستاذ رأفت، وإنه قد إيه بيستحمل عصبية مراته اللي طول النهار مش عاجبها العيشة ولا المصاريف ولا كمان عاجبها شقاوة ولادها. هي ممكن تكون زي أي أم عليها حمل وضغط شغل البيت، لكن برضو الأستاذ رأفت كان شايف إن الحياة فيها حاجة جميلة وكفاية قوي ضحكة أولاده. وعدت سنة وربنا رزقهم بالبنت التالتة ندى، كانت زي القمر. وبعدها بسنة ربنا رزقهم بطفل كمان وكانت بنوتة زي القمر وسموها بسملة. يبقى كده الأستاذ رأفت ومديحة بقى معاهم 3 بنات وولد. كانت الحياة جميلة، لكن مديحة لسه مش عاجبها الحال. وفي الوقت ده بيرجع واحد قريب مديحة، كان مسافر من زمان ومتجوز وعنده مراته وولاده، لكن لما بيشوف مديحة ومديحة بتشوفه الشيطان بيلعب دوره وبيقربهم من بعض. وبتبدأ مديحة تكلم أحمد قريبها على الفيسبوك. يوم والتاني والتالت بدأت المكالمات تزيد قوي ما بينهم، وبدأت مديحة تروح مخصوص لبيت أهل أحمد علشان تشوفه وتطمن عليه وتعرف أخباره. مديحة كانت النار بتقيد جواها لما تشوف مرات أحمد وولاده والعيشة الحلوة اللي هم عايشين فيها. أما أحمد كان شايف إن مديحة جميلة قوي وخسارة في الفقر، وخسارة كمان إنها تتجوز رأفت العامل في السكة الحديد وتشيل مسؤولية 4 عيال. علشان كده
الشيطان بدأ يزود دوره شوية وبدأ يخلي مديحة تكلم أحمد إنها تطلب الطلاق، وقالت له بالفعل: بقولك إيه يا أحمد، إيه رأيك هأطلب الطلاق واتطلق من جوزي واخد العيال وأنا وإنت نربيهم؟ إيه رأيك، ما دمت أنا بحبك وإنت بتحبني ليه نفضل عايشين كده؟ وبصراحة أنا عمري في حياتي ما حبيت رأفت ولا حسيت إني مرتاحة معاه، إنت لو قلتلي أوكي أنا ممكن أتطلق منه النهاردة قبل بكرة. هو صحيح أهلي ممكن يرفضوا الطلاق، لكن أنا هعمل المستحيل عشان أتطلق. ساعتها أحمد رد عليها وقال: لا طبعا يا مديحة، ما ينفعش كده، ما ينفعش تتطلقي وتاخد العيال، مين هيصرف عليهم؟ وبعدين أنا آسف، أنا مش هقدر أتجوزك دلوقتي قدام مراتي، أنا كده مراتي ممكن تسيب لي عيالي وتخرب البيت. بقولك إيه، أنا شايف إنك تهربي. أيوة اهربي منه وتعالي هاخدك ونسافر ونتجوز هناك في الغربة، وساعتها محدش هيعرف، ولا حد هيعرفك ولا مراتي هتعرف. خلاص يا أحمد أنا موافقة، بس يعني ههرب من غير ما نتطلق؟ يبقى كده مش هعرف أتجوزك وهاخد معايا العيال؟ لا 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 يا مديحة، عيال إيه، أنا بصراحة مش هقدر أربي عيالك، عيالك هتسيبيهم مع أبوهم. وفضلت مديحة وأحمد يتناقشوا أيام طويلة جدا، يا ترى مديحة تطلب الطلاق وتتطلق ولا تهرب وتسيب العيال؟ مديحة كان قلبها حجر، وزي ما قلتلكم الشيطان ينزل من على عرشه وهي تقعد مكانه. وفي يوم من الأيام الحب زاد قوي، ومديحة خلاص ما بقتش قادرة تعيش مع رأفت، وهي شايفة أحمد ومراته والعز اللي هو عايش فيه، علشان كده قررت إنها تخلص من رأفت. لكن أحمد هو كمان كان زي الشيطان وقرر إنه ما يشيلش مسؤولية عيالها، علشان كده اقترح عليها اقتراح شيطاني بمعنى الكلمة، وقال لها: بقولك إيه مديحة، أنا شايف إننا نخلص من رأفت، يعني موت، ومش هو وبس، هو والعيال الأربعة، علشان أنت تبقي بحريتك ومحدش يلوم عليكي لو قلت أتجوز. وهنا مديحة شافت إن الرأي ده هو فعلا أنسب حل، لأن أهلها كمان هيرفضوا إنها تتجوز حتى لو رأفت مات، علشان العيال. وهنا وافقت مديحة، وقرر أحمد إنهم يرسموا خطة ما تخرش المية. وفي يوم اتصل عليها وقال لها: بقولك إيه، انت هتقولي لجوزك إن بسملة الصغيرة عيانة ولازم تاخدوها وتروحوا مدينة تانية علشان تكشفوا عليها وتعرضوها على دكتور كبير هناك، وأنا هتصرف وهجيبلك 4 علب عصير وجواهم سم كلاب، وهحطلك السم ده بطريقة معينة بحيث جوزك ولا ولادك يعرفوا إن العصير مسموم ويشربوه هم الأربعة، وبعد نص ساعة من شرب العصير هيكونوا قابلوا وجه كريم، وبكده الجريمة تبان إنها بسبب عصير فاسد وإنتي تطلعي منها زي الشعرة من العجين. وبعد 3 شهور أقدر أنا وإنتي نتجوز من غير مراتي ما تعرف، وهقول لأهلك كمان إن هتجوزك في السر. سبحان الله، أم تجردت من كل معاني الأمومة والإنسانية ووافقت مديحة على الخطة الشيطانية. وفي اليوم المزعوم خدت بسملة الصغيرة وراحوا المدينة، وراح معاها رأفت والولاد الثلاثة محمد وألاء وندى. وفي المدينة قابلها أحمد واداها 3 علب عصير، ونزلت من العيادة بعد ما خدت العصير وديته لجوزها وولادها. لكن البنت بسملة الصغيرة واللي كان عندها 1 سنة و2 شهر كانت نايمة وما رضيتش تشرب العصير. سبحان الله، هي الوحيدة اللي نجت من الموت. رأفت خد من مراته العصير وابتسم آخر ابتسامة ليه في الدنيا، وقال لها: تسلم إيدك يا أم محمد،
متشكر جدا على العصير. وشرب الطفل البريء واخواته البنات شربوا العصير، وشرب رقفة العصير وطلعت مديحة تاني للدكتور علشان تسيبهم للمصير المأساوي اللي مستنيهم. وبعد شوية تليفون مديحة بيرن، وبكلمها رقفة وبقول لها: الحقيني يا مديحة، أنا حاسس إني برجع وبموت، أنا هموت من المغص، والعيال كمان مش عارف مالهم، كلهم وقعوا مني في الأرض، واضح كده إن العصير ده في حاجة. مديحة نزلت على سلم العمارة وهي شايلة البنت الصغيرة ومستنيها تصحى علشان تشربها هي كمان العصير. ونزل معاها أحمد اللي كانوا بيضحكوا، وعشان ربنا يفضحهم كاميرات المراقبة صورتهم. ونزلت مديحة وصوتت في الشارع ولمت الناس، وخدوا جوزها وولادها وراحوا المستشفى. ولكن للأسف بعد فوات الأوان على باب المستشفى الأطفال التلاتة قابلوا وجه كريم. الأم بقلب قاسي وجاحد بصت لولادها وارتاحت منهم. أما رأفت فدخل العناية المركزة وعملوا له غسيل معدة. رأفت اعترف ان مراته اديته العصير، وهي قالت ان العصير ده جابته من سوبر ماركت، لكن بعد تفريغ كاميرات المراقبة اللي كانوا اغبياء قوي ومعرفوش ان ربنا اكيد هيكشفهم، وجدوا في كاميرات المراقبة ان احمد هو اللي اداها العصير. وبعد التحريات انهارت مديحة واعترفت انها بتحب احمد وعايزة تهرب معاه باي طريقة، عايزة تخلص من ولادها ومن زنهم ومن حياة الفقر، وعايزة تخلص من جوزها اللي هو كمان للأسف بعد كام يوم قابل وجه كريم. الجريمة هزت عرش الرحمن وهزت قلوب الناس. الست مديحة تجردت من كل معاني الأمومة والرحمة والحب والعطف، وقعدت زي ما قلت لكم على عرش الشيطان. والأبشع إنهم مثلوا الجريمة وربنا فضحهم أبشع فضيحة، وتم الحكم عليها بالإعدام هي وأحمد في قضية قتل الأطفال التلاتة وجوزها الغلبان. ودي كانت نهاية الست مديحة اللي نسيت نعمة ربنا وفضله عليها، اللي نسيت إن ياما ناس غيرها تتمنى ضفر عيل، اللي نسيت إن ياما ناس غيرها تتمنى راجل محترم زي المرحوم الأستاذ رأفت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وما تنسوش تسيبولي رأيكم في تعليق جميل ومحترم زي حضراتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للقصة علشان القناة تكبر بيكم. دمتم في حفظ الله.